الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت مصادر حكومية في العراق ضبط أكثر من 4000 حالة تهرب جمركي وتزييف للعملة خلال العام الحالي، وقالت المصادر إنه تم رصد 153 حالة تزييف للعملة خلال العام الجاري والقبض على المتهمين. ويشهد العراق حالات تهرب ضريبي بشكل متزايد بسبب سيطرة الأحزاب وميليشياتها على المنافذ الحدودية بحسب ما تؤكده تقارير دولية. كشفت وزارة السياحة التركية تصدر عدد السياح العراقيين قائمة العرب الذين زاروا تركيا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الثاني، ليصل عددهم إلى 987 ألف سائح. ورغم ذلك فإن السياحة العراقية إلى تركيا انخفضت بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقا لوزارة السياحة التركية، مبينة أن عدد السياح العرب في تركيا وصل إلى 4 ملايين سائح هذا العام، في مقدمتهم العراقيون ثم السعوديون. قررت الحكومة الأردنية حظر إعادة تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية في إطار إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة أي تداعيات محتملة بسبب العدوان على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية لورنس المجالي إن مجلس الأمن الغذائي الأردني اتخذ قرارات مهمة بغرض المحافظة على المخزون الغذائي، ومن ذلك وقف تصدير سلع غذائية أساسية لتأمين احتياجات السوق المحلي منها. قال البنك الدولي إن عام 2023 كان عام انعدام المساواة في الميزان الاقتصادي مقارنة بعام 2022. وأوضح البنك الدولي أنه بالنسبة للبلدان التي تأمل في التعافي من الخسائر المدمرة لجائحة كورونا، أصبحت المعركة أكثر صعوبة بالنسبة لها بسبب التهديدات المتفاقمة المتمثلة في تغير المناخ وأوضاع الهشاشة والصراعات وانعدام الأمن الغذائي، على سبيل المثال للحصر، التي تجعل من الصعب على الاقتصادات في جميع المجالات التعافي بشكل كامل. سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة ارتفاعاً إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 79 دولاراً و85 سنتاً للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% أيضاً لتصل إلى 74 دولاراً و35 سنتاً للبرميل. وتراجعت الأسعار بنحو 2% عند مستوى عقود الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.